فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. كما قال الإمام الشافعي: وكان عابدا لله جل في علاه. أنت ما تجد رجلا قدمه الله على الناس وجعل الله جل في علاه له القبول في مشارق الأرض ومغاربها. تعرف مذهب الحنفي كيف انتشر هذا الانتشار؟ لذلك ابن تيمية يستدل على هذا الانتشار بأن هذا الرجل في الجنة، وإن كنا نعارضه على الجزم بهذا، لكن نقول بأن هذه من عند الله جل في علاه. فالرجل له علاقة مع ربي جل في علاه، فكان يتوضأ بوضوء العشاء ثم يدخل في الصلاة إلى الفجر، فكان يكرر هذه السورة، يقيم الليل بهذه السورة فقط، ثم يأخذ بعدما يقرأ: فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فيقبض على لحياته ويبكي ويقول: يا من تأخذ بمثاقيل الذر، اللهم اغفر لعبدك فلان. فكان يبكي ويقول: اللهم تأخذ بمثاقيل الذر، مع ذلك ما يفوت من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللهم ارحمك يا رب العالمين. فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى المعنى الصحيح أننا نقول عندنا صنفان من الناس لا ثالث لهما. ما هما؟ شايف الورع؟ ما أنت لذلك ترى بيخس من خوفه من النار، ده من الورع. بيقول لك: والمتشبع بما لم يعطى كلاب سوف يزور. صحيح. نعم. إذن من المؤمنين من يعمل خيرا يرى، مثقال ذرة من خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة من شر إيش يرى، يعني يحاسب عليه. صحيح. يبقى إذا عمل المؤمن مثقال ذرة من خير يكافأ عليه، وإذا عمل مثقال ذرة من شر يكافأ عليه. طيب، والعكس الكافر إذا عمل مثقال ذرة من خير يكافأ عليه، وإذا عمل مثقال ذرة من شر إيش يحاسب عليها. صحيح ولا لا؟ لكن هناك آيات بينت لنا خلاف ذلك. ظاهرها أن المؤمن قد يعمل مثقال ذرة من شر ولا يحاسب عليه، وأن الكافر يعمل مثقال ذرة من خير ولا يكافأ عليه. قال الله تعالى في حق الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور كسراب بقيعة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل قال الله تعالى: مثل ما ينفقون على الكفار، مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لا شيء لهم عند الله جل في علا. هذه آيات تبين ذلك، وآيات أيضا في العكس في المؤمن بأنه لا يحاسب على الشر الذي فعله. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه في حق المؤمن غير التائب، لا في الكافر. وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه آيات تدل على أنه لا يؤاخذ بمثل هذا. هل هنا تعارض بين هذه الصورة المحكمة التي قال فيها مثقال ذرة خيرا يرى، مثقال ذرة شرا يرى، وبين الصورة التي بينت بأن عمل الكافرين لا يحاسب، عمل الكافرين من الخير لا يكافئون عليها، أو عمل المؤمنين من الشر لا يحاسبون عليه؟ هل هناك تعارض؟ العلماء قالوا ما في تعارض، لكننا نقول في توجيه. أول شيء نسلم: نعم، مثقال ذرة من خير فعلها الكافر سيكافئ عليه. وعندما قال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إذن لا شيء له أيضا. طب كيف تجمع بين النقيضين؟ أنت قلت يكافأ وقلت هنا لا يكافأ. صحيح ولا لا؟ نقول نسلم لله جل في علاه حتى نرى التوجيه، وبعدما التسليم ننظر في قول العلماء في الجمع بين شتات المعاني من الآيات. فنقول الجمع من ذلك أمور ثلاثة: هو أن تنظر أصوليا في هذه الآية، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هل هي باقية على عمومها أم لا؟ لأنه قال من يعمل. صحيح، من يعمل على العموم، هل هي باقية على العموم أم هي مخصوصة، أم يراد بها الخصوص، أم ماذا؟ هذا هو مجال التوجيه. فنحن نقول الآن: بل الآية عامة يراد بها الخصوص، أو قل هي من باب العموم الذي يدخله الخصوص. فمن يعمل من الكافرين مثقال ذرة من خير يرى، يعني يكافئ عليها، إلا أن يحبط هذا العمل.
مفهوم؟ يبقى أنا أقول العموم فاق العموم، لكن يمكن أن يدخله التعليق والتخصيص بإيش؟ بأن الخير ده ممكن أن يكون مآله إلى الحبوط فلا شيء له، لأن الله قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هدد من أعظم مخلوق وطئ التراب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له قال لو أشركت ها لأحبطن عملك. قالها لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أشركت لأحبطن عملك. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أخوف ما أخاف عليكم إيش؟ الشرك الخفي. وسألوه عن ذلك بيان شرك النيات وهو الرياء والسمع، نعوذ بالله من الخذلان، فمن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. فإذا نقول هذه الآية عامة لكنها معلقة، قد يدخلها التخصيص إلا أن يكون هذا العمل مآله إلى الحبوط. يبقى نقول من عمل من الكافرين خير مثقال ذرة من خير يكافأ بها إلا أن يحبط هذا العمل. يبقى هذا التوجيه والجمع بين الآيتين. يبقى من كوفئ هذا ما أحبط الله عمله، مفهوم؟ طيب، والذي لم يكافأ هذا قد أحبط. وهذه أيضا لحكمة وعلم، لأن الله جعل ليس ظلاما للعبيد، قال الله جل في علاه وأضله الله على علم، وقال إن الله يظلم مثقال ذرة، إذن هو لا يستحق أن يكافأ على مثل هذا العمل. هذا التوجيه الأول، هذا بالنسبة للكافر. الشق الثاني بالنسبة للمؤمن، نحن نقول أيضا والمؤمن إذا فعل الشر مثقال ذرة من شر يرى، فإنه يرى هذا الشر إلا أن يرفع الله عنه ذلك ويغفر. وهذا قد ورد إن الله يغفر الذنوب جميعا، كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي، صح؟ مش قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى إذن هذه أيضا عام لكن قد يدخله الخصوص، قد يدخله. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أنه عام باقي على عمومه، أنه عام. التوجيه الثاني أن الآية عامة باقية على عمومها، لكن في الكافر يكافأ في الدنيا لا في الآخرة. يبقى في بعض التخصيص هنا بالنسبة للكافر، أما المؤمن ففي الدنيا في الآخرة. فمن يعمل من الكافرين مثقال ذرة من خير يكافأ بها في الدنيا، وهذا جاء تصريحا من قول الله جل في علاه من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها إيه؟ لا يبخسون. وأيضا صلى الله عليه وسلم قال في الكافر الذي يعطي الحسنات أو يفعل الخيرات، قال الله يرزقه به رزقا في إيش؟ في الدنيا، وحتى يأتي يوم القيامة لا شيء له عند الله جل في علاه. يبقى إذن مثقال ذرة من خير فعلها الكافر قد كوفئ بها في الدنيا، يمتلك الدنيا بما فيها، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. فيبقى إذن هنا نقول على عمومه وأنه يكافأ بها لكن في الدنيا لا في الآخرة. أما بالنسبة للمؤمن فهي على عمومها، مثقال ذرة من شر يكافأ بها من خير يكافأ بها رزقا أو يكافئ الله بها رزقا في الدنيا وثباتا للأجر في الآخرة، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الشر هذا في الخير، وأما في الشر نعم المؤمن إذا أتى بمثقال ذرة من شر يحاسب بها في الدنيا، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أبو بكر وأكل معه فنزلت هذه الآيات فكف بيده فقال يا أبا بكر ما تصاب به من الدنيا بمثاقيل الذر من الشر. وهذا ورد تصريحا في قوله وسلم ما أصاب المرء من هم ما أصيب المرء من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كانت كفارة له. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عقاب أهل الدنيا الحمى، عقاب المؤمنين في الدنيا الحمى، يكفر الله بها عن الخطايا عن الذنوب وعن السيئات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط عليه السخط. فالأمر هنا بمثقال الذرة من شر من المؤمنين الله جل في علاه يحاسبهم بها في الدنيا، يعجل لهم العقوبة في الدنيا حتى إذا كان عند ربي يوم القيامة وقف ذهبا خالصا لا شيء عليه. وأما التوجيه الثالث وأن الآية على عمومها بأن المؤمن يرى كل ما قدم من خير وشر، الصحائف تنشر فينظر فيجد مكتوب الخير ومكتوب الشر، كما في حديث الاستسرار لما قالوا لابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن هذا الحديث أن الله جعل يرخي كنفه على أو ستره على المؤمن، قال المناجاة تعال تحفظ شيئا في المناجاة، قال نعم، إن الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرخي كنفه على عبده فيقول عبدي ألم تذكر ذنب كذا يوم كذا، ألم تذكر ذنب كذا يوم كذا، وهو يقر
فينظر أيمن منه أيمن منه فلم يجد إلا ما قدم، ينظر أشق منهم فلم يجد إلا النار، فيحسب أنه قد هلك، فيقول عبدي قد سترته عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. وأيضا الكافر يرى مثقال الذرة فعلها من خير أو من شر، وأما المؤمن فليعاقب على الشر ويكافئ بالخير، وأما الكافر فإن الخير بعد ذلك يصير هباء منثورا يوم القيامة. هذا بالنسبة لتأويل هذه الآية. نعم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. كم وكم من نعمة نزلت تترى علينا ونحن نجحد بها ولا نشكر ربنا بها بلسان الحال أو بلسان المقاري، وكم وكم بارزنا ربنا بالمعاصي وهو يغفر ويمهل، وأن الله جل في علاه يكافئنا بالمعصية النعمة ومع ذلك لا نشكر. نعوذ بالله من عقاب الله جل في علاه، ونعوذ بالله من غضب الله ومن سخط الله جل في علاه. وكما في الإسرائيليات: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خير إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم وأتبغضون إلي بالمعاصي، وأنا أكلؤهم على فروشهم. هو الذي يحفظنا سبحانه جل في علاه. لذلك قال: إن الإنسان لربه لكنود. هذه آية مرعبة لكل إنسان، أنه لابد صباح مساء ليل نهار يقف أمام نفسه وينظر كم من نعمة لله جل في علاه عليه لم يشكر ربه عليها، لم يقر بها. هذه من الكنود ومن الجحود. وفي بعض الأحاديث التي فيها بعض الضعف بأن رجلا كان يصوم النهار ويقوم الليل ولكن نستأنس به في هذا المقام، فجاء إلى ربه جل في علاه فقال: الله ادخل الجنة برحمتي. فقال: لا يا رب، بعمل كنت أصوم النهار وأقوم الليل، مغبون مفتون مأفون. فقال الله جل في علاه: في عملك إذن قسمة العدل، يعني قسط هنا ولا حكم العدل. فأوتي بالميزان، ثم بعد ذلك وضعت صحيفة أعماله في كفة، ووضعت نعمة واحدة من نعائم الله جل وعلا نعمة البصر في كفة، فرجحت كفة البصر. فقيل: إلى النار. فوقف على حافة النار فقال: الله ما يوقفك؟ قال: أنتظر رحمتك. قال: ادخل الجنة برحمتي. قال: نعم برحمتك. فهذا الإنسان النجاة النجاة. فهو أصلا من شق له الأرض؟ من أين عليه الثمار؟ هو الله جل في علاه. من الذي رزقه الجلد والصبر على قيام الليل وقراءة القرآن أو قل الصلاة لله جل في علاه؟ الله جل في علاه. ذلك يقول: إن الإنسان لربه لكنود. وجاءت الإنسان بألف لام الاستغراقية، حتى أهل الإيمان يعني لو نظر في نفسك ما كنا كم وكم من نعمة نزلت عليك تترى لم تشكر ربك عليه. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. الإشكال هنا أنه قال في هذه الآية: وإنه على ذلك شهيد، يعني الإنسان يشهد على نفسه أنه لربه إيش؟ كنود، وأنه مبالغ في الكفر وفي الجحود وعدم شكران النعمة بل بكفران النعمة. قد جاءت آيات أخرى ظاهرها يخالف ذلك، وهي قول الله تعالى: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو ما بيشهد أنه كنود، بيحسب أنه على هداية تام، يعني كما قال أبو جهل وغيره: نحن أهدى على ملة أهدى من التي أنت فيها. واليهود لما سألوهم: نحن على ملة أهدى أم محمد؟ قال: أنتم. ولما أنكر الله جل في علاه عليهم بذلك. وأيضا قال الله جل في علاه: ويحسبون أنهم مهتدون وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وين هنا اللي ربي لكنود؟ وين هنا يشهد أنه مبالغ في الكفر وهنا يحسب أنه يحسن صنعة؟ الحق أن هذه لها توجيهات ثلاثة. أول شيء لابد أن نسلم أمنا بالله بما جاء الله على مراد الله، وأمنا برسول الله بما جاء رسول الله على مراد رسول الله. أما التوجيهات، فالتوجيه الأول بأن الكنود هنا ليس بلسان المقال ولكن بلسان الحال. الله جل وعلا أعطاه نعمة البصر فأطلق بصره على كل ما حرم الله جل في علاه. أعطاه الله نعمة اللسان فما يتكلم إلا بما يغضب الله جل في علاه. فلسان حاله الكنود، يعني هو لسان حالي بالجوارح، هذه الجوارح خلقها الله للعباد وأنعم الله عليك بها، فأنت رجلك هذه لا تمشي إلا في الخير، فإن مشيت في الشر فأنت بلسان حالك كنود لربك جل في علاه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، واللسان يزني وزناها، أو الفم يزني وزناها القبل، واللسان يزني وزناها الكلام، واللسان تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي. فمن استخدم نعمة من نعم الله جل وعلا في غير مرضات الله فهو لربه كنود بلسان الحال لا بلسان المقال. يبقى هنا لما يحسبون أنهم يحسنون صنعة، وهنا الشهادة، الشهادة ليست بلسان، هنا كانت بلسان المقال، يحسبون أنهم يحسنون صنعة ويقولون ذلك: نحن على ملة أهدى من ملة إبراهيم على محمد صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هنا الشهادة، شهادة بلسان الحال لا بلسان المقال. والتوجيه الثاني وهو الأقوى وهو الأسد وهو الأصح، أن هذه الشهادة لا تكون إلا في الآخرة.
في الدنيا هم الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا كما بين الله جل في علاه، كما قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا من باب استدراج الله جل في علاه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فيكون الشهادة هنا شهادة يوم القيامة عندما قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم، قالوا إذ نسويكم قبلها فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هو شهادة منهم بذلك أنهم فعلوا ذلك وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، فشهادة صريحة هذا في يوم القيامة، الحق أن هذا في يوم القيامة. الوجه الثالث ولا إشكال فيه وهو إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك الضمير هنا عائد لأقرب مذكور، وأقرب مذكور هو من؟ الرب. هذه من مقاصد اللغة الآن، لأن الضمير يعود على أقرب مذكور، وهو قال إن الإنسان لربه لكنود، فأقرب مذكور هو الرب، فيكون الضمير عائد على الرب، يعني الله شهيد على أنه كنود وجحود لربه جل في علاه، لم يستسلم لله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.